اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في تغطيه جديده. طبعا احنا بقالنا كام يوم في ازمات بسبب البيكيني والبوركيني الخاص بالمصايف واحنا في بدايه الصيف، وكلام كتير اتقال عن ارتدائهم من الناحيه الشرعيه او الدينيه، لكن احنا هنتكلم عن زاويه مختلفه وهي الزاويه الطبيه. في كلام كتير اتقال ان المايو البوركيني او المايو الشرعي ضار طبيا، يا ترى الحقيقه فين؟ ناس كتير بتسال، وعشان كده معانا الدكتور عبد اللطيف المر استاذ الطب الوقائي بجامعه الزقازيق. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. يا اهلا يا هشام، ازي الصحه؟ يعني قول لنا في الاول كده ايه الموضوع ده، هل فعلا البوركيني ضار صحيا؟ ده سؤال مهم. انا سمعت على الاعلام المعركه الكبيره جدا، مع ان المعركه محسومه صحيا. البوركيني محسومه صحيا، دي محسومه تماما. البوركيني يا فندم هو اللبس الصحي، وهقول لكم دلوقتي اكيد انا عارفك هتسالني وهتسالني على المصادر وهنقول كل ده اكيد. فالمعركه اصلا عايز اقول بدايه اللي بيشوفونا دلوقتي ان البوركيني مش مايو شرعي، هو المايو الشرعي او اللبس الشرعي لا يشف ولا يصف. البوركيني بيشف ويصف، لكن اكثر حشمه اكثر حشمه. لكن احنا هنا هنتكلم زي ما حضرتك فضلت ان هو هل هو صحي ولا غير صحي. انما البوركيني هنعرف دلوقتي ان هو اللباس الصحي بلا جدال. ازاي بقى؟ اول حاجه القاعده الاصليه يهتم للحمايه من اشعه الشمس فوق البنفسجيه، يقول لك غطي جسدك كامل. دي قاعده صحيه، سواء حضرتك على الشط او على البلاج او بتشتغل في الشمس او اي واحد ماشي في الشمس. القاعده الصحيه للحمايه من الالترا فايلوت ريز اللي هي A وB ألف وB، وعشان يتخلص من حروق الجلد ويتخلص من لا قدر الله الكانسر سكين او سرطان الجلد، لازم يغطي الجسم كامل. وانا بكرر ثاني، كامل تماما. لازم يلبس الملابس الغامقه عكس ما الناس كلها عارفه، والبوليستر عكس ما الناس فاكره تقول لك تلبس القطن. فالحلقه دي كلها مفاجات يهتم بيه. اول حاجه يعني انا لما اغطي جسمي في المصيف ده صحي اكتر ليا. انا هقول لك على حاجه دلوقتي، انا عايز كل اللي بيسمعونا او يشوفونا دلوقتي يفتح الجمعيه الامريكيه لمكافحه السرطان، او الجمعيه الكنديه لمكافحه السرطان، او الجمعيه الاستراليه لحمايه امراض الجلد. يفتح اي حاجه من دول ويكتب حرفيا كده Sun Protective Swimming Suit، هيكتب حرفيا كده على جوجل ويقول له عايز مصدر من الحاجات الكبيره دي، هيديله على طول، يقول له سيف سيمبل واي، هيتكلموا كده على طول ويديله مواصفات ويقول لك ليه احنا لازم نغطي نفسنا تماما. حتى واحده بتساله في استراليا في الجمعيه الامريكيه الاستراليه تقول له هو انا لازم ابص بالحرفيا اهو از ات نيسيسري تو وير فول بادي، بتسال الراجل رئيس الجمعيه الامريكيه الاستراليه اسف، هل انا ضروري البس مايو كامل؟ يقول لها ايوه يا فندم لو حضرتك عايزه تقي. يقول لك طبعا، يقول لها ايه انت حره، ولكن لو حضرتك عايزه تقي نفسك من سرطان الجلد يبقى لازم تلبسي فول بادي. بس احنا عندنا فكره دايما يا دكتور، عندنا فكره دايما انه التعرض لاشعه الشمس ده صحي جدا للجسم ومش مفيد، يعني مش ما فيهوش مشكله، بالعكس هو مفيد. ده في منتهى الخطوره. اقول لحضرتك ليه؟ اولا التعرض الصحي للشمس ده حلو جدا ومفيد، بس 10 دقائق فقط في اليوم، 10 دقائق بالكثير ربع ساعه. اذا التعرض مش اكثر من 10 الى 15 دقيقه، ده نمره واحد. وفي فتره ما بين قبل 9 وربع الصبح وبعد 4 ونص العصر، ده التعرض. انما غير كده يا فندم ينصح تماما انك تتجنب الشمس المباشره، ينصح تماما انك تغطي جسدك تماما. بالمناسبة هنا مش بنتكلم على المرأة، أنا بتكلم على المرأة وعلى الرجل وعلى الطفل. يعني كمان الرجالة كمان لازم يحاولوا يغطوا جسمهم بأكبر قدر. أيوة يا فندم، أنا هقول لحضرتك حاجة دلوقتي، خلينا نتكلم علميا. ادخل زي ما قلت لك على جوجل، اختار أي موقع من المواقع العلمية العالمية اللي أنا قلت لك عليها دي واكتب له بيبي. شفت أنا بقول لك إيه بقى؟ بيبي، البيبي سويمنج سيوت، هات لي المواصفات الصحية اللي يلبسها البيبي. في اكثر من البيبي هيديله، يقول له لو البيبي بتاعك في الشمس غطي جسده. اذا كلمه البوركيني عكس ما الناس كلها، انا حقيقي بستغرب من
طيب خلينا نتكلم في الموضوع في الموضوع بالعكس. طب انا لو ما لبستش لو ما غطيتش جسمي ولو ما لبستش يعني ما غطيتش جسمي في اشعه الشمس او البنات ما لبستش البوركيني، ايه الاضرار اللي هيتعرضوا لها؟ طيب اول حاجه انا لا انصح تماما انك ما تغطيش جسمك، لا سواء انت كنت راجل او ست او عيل صغير، ده واحد. لو انت مضطر هنصح انك تحط اللي هو كريم الحمايه، وكريم الحمايه بالمناسبه مش اقل من 2 ملي على كل جسدك، وهتكرره كل ساعه، وبالتالي هيبقى غالي جدا وهيبقى بفلوس كتير وانواع معينه، وعايزه موال اللي هو سام بروتكتيف فاكتور، مش زي ما احنا فاكرين بنروح نجيب اي انواع او اي حاجات، لا ده كميه معينه، وضغط الجسد كله ايضا عشان تمنع يعني عشان تحمي الحته العريانه بتحط عليها سان بروتكتيف فاكتور. سان بروتكتيف. اذا العمليه اللي انصح تماما بعدم التعرض المباشر للشمس اكثر من 10 دقائق، اذا هتتعرض حط اللي هو كريم الحمايه. ده كمان مش بس يا فندم يقول لك البوركيني، لا ده يقول لك البوركيني وفوقه بورنيطه، ولازم كمان تلبس نظاره شمسيه. ليه الدوشه دي كلها؟ لان الاشعه البنفسجيه فوق البنفسجيه A و B ممكن تعمل لا قدر الله سرطان في الجلد، ممكن تعمل للعين كاترك وتخلي العتمه العين تبقى بيضه كده وتقلل العين وتعمل حروق في الجلد. الكلام ده طبعا كل اللي يمكن بيسمعونا عارفين او بيشوفونا انه اكتر عن اصحاب البشره البيضاء، وخاصه اللي هم الشقر مثلا. ولكن هل يحدث للسم؟ طبعا يحدث سرطان الجلد للسم. هل يحدث للبيض والسم؟ لكل الناس سواء راجل او ست او سيده او بيبي بيحدث له لا قدر الله سرطان الجلد او الحروق. المشكله ايه يا استاذ هشام؟ ان المشكله التعرض للشمس ده تراكمي، بمعنى من اول البيبي ما بيتعرض للشمس زي بنك كده، البنك تحطه فيه فلوس تتجمع لك، التراكمي كل ما تتعرض للشمس الجسم بيخزنها. يعني دي إجابة واضحه وقاطعه بانه البوركيني ما بيسببش اي اضرار بالعكس صحيه زي ما ناس كتير أكثر. صحيح أنا زي ما ناس كتير يا فندم البوركيني صحي اكتر. صحيح. اجابه واضحه خالص، صحي اكتر ما فيهوش اي اضرار صحيه زي ما ناس قالت. ده رد دكتور عبد اللطيف المر. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف على وجودك معنا. تمام يا فندم، شكرا يا شبيه. شكرا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع، وانتظرونا في تغطيات اخباريه جديده على مدار الساعه. الى اللقاء.